مع شاشة جديدة مميزة، جهاز جديد من شركة لينوفو، يوغا سي 930، نستعرضه معكم بعد الفاصل. سي 930 لديه المواصفات المتوقعة المعتادة. جهاز لينوفو سي 930 بمعالج انتل كور اي 5 من الجيل الثامن 8250 يو، او معالج اي 7 8055 يو، مع شاشة وضوح فول اتش دي او 4K، مع 8 او 16 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مع امكانية الحصول على ذاكرة بسعة 12 جيجا بايت من نوع دي دي ار 4 وهي حالة خاصة. يأتي الجهاز بذاكرة تخزينها بسعة 2 تيرا بايت من نوع SSD. وبالعودة إلى جهاز يوغا إكس 1، نجد خاصية القلم الضوئي في ظهر الجهاز. يأتي الجهاز بخاصيتين جديدتين، وهما شاشة من نوع HDR Dolby Vision، والخاصية الثانية يحتوي على مكبرة صوت من نوع Dolby Atmos. كل هذه المميزات تجعل من الحاسوب تجربة إعلامية مذهلة للأفلام والموسيقى. يحتوي الحاسوب على مدخل من نوع USB-A أو مدخلين من نوع USB Type-C ومنفذ تندربورت 3 و3.1 ومقبس للصوت. بالنسبة لويندوز هلو، يمكنك الحصول على قارئ بصمة الأصابع. عمر البطارية يقدر ب 14.5 ساعة لشاشة HD و 9 ساعات لشاشة 4K. وزن الجهاز 1.38 كيلوغرام، سيكون متوفرا في الأسواق ابتداء من أكتوبر المقبل بسعر 1100 دولار لشاشة HD. وفي الأخير نترككم مع هذه البطاقة التقنية للحاسوب.